مساكم الله بالخير والنور يا اخوان، معكم اخوكم سماعه ذا كينج 95. اليوم يا اخوان جايب لكم شرح حول كيفيه تفعيل برنامج بنديكام، تفعيل مدى الحياه، تفعيل يعني لين ما نموت. تعرفون يعني شو لين ما نموت؟ يعني احنا بنتم مع هالبرنامج يدا بيد ايش دخل. المهم يا اخوان جايب لكم برنامج بنديكام المكرك، وان شاء الله الشرح اللي راح اشرح لكم الحين يكون مفهوم ويكون سهل. يعني والله المستعان. نبتدي مع اول خطوه من خطوات برنامج بنديكام. اول شيء يا اخوان نحمل البرنامج. البرنامج طبعا راح احط لكم الرابط المخصص له بالديسكربشن، وراح احط لكم ايضا رابط مخصص للاكتيفجن كي، وراح احط لكم روابط اخرى راح اشرحها لكم وراح تعرفونها من خلال شرحي لهالبرنامج. اول شيء نفتح البرنامج، عقب ما ننزل البرنامج نفتحه ونثبته بمعنى صح. نحمل البرنامج نيكست، اي اجري نيكست، وعقب ما يتحمل البرنامج طبعا راح يكون بهالشكل. لان صار بهالشكل نفتحه ايضا، وضروري تفتحونه لان اذا ما فتحتوه وكملتوا الخطوات ما راح تستوي معاكم الحركه، فلازم عقب ما يتثبت البرنامج تفتحه. برنامج تثبت وفتحناه، ولكن انا لاني مسوي اوريدي الخطوات فما راح يطلع لكم شيء، لكن في حال انك فتحت البرنامج لاول مره راح يطلع لك ان البرنامج يستطيع ان يصور فقط لمده 10 دقائق ولفتره محدوده، يعني يمكن 30 يوم 20 يوم. احنا ما نبيها كذيبه، احنا نبيها على طول. اي شلون سلمكم الله الامور واضحه وسهله. نسك البرنامج، فتحنا البرنامج، عقب سكيناه، عقب ما نصك البرنامج شو نسوي؟ الحين راح اقول لكم شو تسوون. تروحون سلمكم الله على شيء اسمه كنترول بانل، تروحون حق شيء اسمه ويندوز فاير وول، تروحون حق شيء اسمه ادفانسد سيتنجز، عقب ما تروحون حق الانباوند رولز تسوون او تطقون على هالحبه اللي هي نيو رول بروجرام، وتسوي اللي الحين راح اقول لك عنه بالضبط. تروحون شو تسوون؟ تبون تحطون اللينك هني، اي لينك يا محمد، اي لينك يا ذا كينج، اعطيكم احنا اي لينك. تروحون اول شيء حق البرنامج اللي احنا ثبتناه، مو بهالبرنامج لا، خلي ولي هاي ثبتناه خلاص، هاي نودي على صوب. روح مني رايت كليك اوبن فايل لوكيشن، عقبها نروح حق ماي كمبيوتر لوكال ديسك، ما شيء، اعطيكم طقه واحده بس بالماوس طقه، وتسوون على اللينك هاي كوبي، ونسوي له هني بيست، ونطق نيكست. وعقب ما نطق نيكست نطق على البلوك ذا كونكشن، مو تسوون له الاو، لا 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 الاو ولا بي، لا الاو ولا شلونكم، تطقون على بلوك ذا كونكشن، واموركم في السعيده، تطقون نيكست، طقوا النكت وخلاص. عقبها راح يطلع لكم نفس الصورة او نفس هالشكل، هاي العلامة اللي تقول انه ممنوع الوقوف. المهم عقب ما ثبتنا البرنامج، وعقب ما رحنا الويندوز فاير وول وضفنا رول جديد، نصك البرنامج ونصك الويندوز فاير وول. والحين سلمكم والله شو نسوي؟ لازم طبعا هالخطوات تسوونها، والبرنامج الخاص للحماية، برنامج انتي فايروس بين قوسين، سواء كان اباست، سواء كان نور، سواء كان كاسبر سكاي، اهم شيء اي برنامج عندك خاص للانتي فايروس سوي له ديسيبل، تسوي له ايقاف ديسيبل. شوفوا انا اوريدي مسوي له معطل دائم، انا مسويه. اي نعم، احنا ليش سوينا الحركه مالت ويندوز فاير وول؟ عشان يمنع الويندوز ديفندر من اكتشاف هالحركه اللي احنا راح نسويها لكم او التفعيل. اوكي، احنا سوينا الخطوه الاولى وسوينا الخطوه الثانيه، وقلنا لكم لازم البرنامج يكون معطل، برنامج الانتي فايروس ايا كان برنامج مال الانتي فايروس لازم يكون معطل. عقب سلمكم الله شو تسوون؟ احنا اقول لكم شو تسوون، تروحون سلمكم الله على شيء تنسخون هالملفات، تسوون لها كوبي. وين تحطون هالملفات او الاي بي ادرس وين تحطونه؟ اقول لكم، او خلينا نروح حق اول شيء مني بنحطه في هالمكان.
ليك كوبي، انطق على صورة الملف ذي يعني لايبرريز، انطق على فوق طقة واحدة بالماوس ونسوي بيست. بيست انا لان اختصرت لكم الحركة سويت كنترول في نجي سوى بيست عشان بعد ما تقولون شلون. يلا كذي انطق عقب انتر، نروح حق ملفات اللي قاعد تشوفونه الحين، انطق على ملف الهوست، احنا شغلاتنا مع الهوست او الهوست عفوا، انطق على الهوست، نروح اوبن فيا نوت باد، عقبها نسوي بيست حق الملفات هذه او الاي بي ادرس، نسوي له بيست، نسوي له سيف، بيطلع لك مني بعد ملف تسوي له سيف، بيقول لك ماري شنو ماري شنو، سوي يس وامورك في السليم. قلت لكم مرة ثانية بعيدكم اياها تسوون سيف سيف يس، انا اللي مسوي من قبل فما احتاج اسوي مرة ثانية. انزين عقب ما اسوي الخطوات كلها اروح حق هالحلو ذي الملف بندي كام فور اكتيفيجن، نسوي الاكستراكت، فاذا نسوي الاكستراكت يطلع لنا هالثلاث ملفات، هالثلاث ملفات نحط لهم او نسوي لهم كات، نروح حق البرنامج اوبن فايل لوكيشن وتسوي لهم بيست، انا راي مسوي لهم بيست مثل ما تشوفون الملفات الثلاثه، ف ما يحتاج نسوي له مره ثانيه. فنروح حق الملف اللي هو اسمه كي ميكر، نطق عليه، نحط يا اخوان اي ايميل، وهمي من عندنا صجي اللي يعجبكم، انا بالنسبه لي حطيت صجي، ولكن لو حطيت ايميل مو موجود في الحياه بس خربطت كتبت كذي @gmail.com هم اوكي، انا رايي لاني مسوي ريجستر فما راح يطلع لي اوكي، لكن في حال انك تسوي لي اول مره راح يطلع لك هاي هي علامه طق انتر او اوكي، ما اتذكر شنو العلامه بس اهم شيء تسوي اوكي. عقب ما تطق اوكي وتسوي هالايميل وهمي عشان يعطيك الكي ميكر، يجيب لك الكي نفسه، عقب ما نخلص من هالخطوات كلها نفتح البرنامج مرة ثانية، نفتحه وراح نلاحظ ان البرنامج اللي احنا سوينا فيه الخطوات كلها راح يكون مفعل، ونفس ما تشوفون هني ما في شيء اسمه you can record for 10 minutes ما في شيء انه لمدة 20 يوم يذلونك، اي ولا ما لنا حد يذلنا، احنا سوينا الحركات وامورنا في السليم وخلاص. وهاي كان يا اخوان كل الشرح، اتمنى انكم استفدتوا من المقطع ويعطيكم العافية، ونراكم على خير ان شاء الله.